حركة حماس تتحدث بشكل واضح أنه في خطة الجنرالات الإسرائيلية لفصل الشمال كليا. يعني ما هو تعليقك بالدرجة الأولى على كل هذا؟ والله شيء يعني مزعج ومؤسف ما يحدث. يعني أنا بدي أحكي بعيدا عن الدبلوماسية وبعيدا صحي ما في بقلبي يعني أكثر. كيف نطلب من الشعب الفلسطيني أن يصمد بدون أن نقدم له شيء للصمود؟ أهلنا في غزة يعني ما صمدوا، هم يذبحون كل يوم. يعني ما مات اليوم ما استشهد اليوم حيستشهد بكرة، والبيت ما تدمر اليوم حيتدمر غدا. المقاومة الاحتلال هو شيء مشروع دينيا قانونيا أخلاقيا إلى آخره، ولكن مقاومة الاحتلال يجب أن ترتبط به عملية سياسية حتى يكون هناك تكامل بين عمليتين. حتى اليوم الفصائل الفلسطينية جميعها لم تستطع أن تجتمع لإظهار وحدة وطنية رغم كل المآسي التي تجري في الضفة وفي غزة. ذهبوا للصين وذهبوا لروسيا وهن جيران مع بعض بفلسطين. فعمليا مناشدة العالم مناشدة مدرمين وهدول، يعني مؤسف هذا الحديث، فعلا مؤسف هذا مقارنة بما يجري على الأرض. الولايات المتحدة طبعا اليوم قالوا بأنهم سيوقفون شحنة الأسلحة إذا لم تقوم إسرائيل بوقف ما تقوم به اليوم في عدوان على غزة. ولكن تصوري الطريقة التي سيق بها، وعلى الأقل الطريقة التي قرأت بها هذا الإعلان، هم يقولون بعد شهر. يعني بمعنى أنه تصوري أنهم هو حديث أكثر للناخب الأمريكي المسلم العربي أكثر ما هو تهديد لإسرائيل. يعني الولايات المتحدة هي فعلا مهتمة بالشعب الفلسطيني، بالكوارث التي تجري والمآسي التي تجري في غزة وفي ضفة وفي لبنان وفي سوريا مثلا. هي لا تستطيع أن تعطي العدو مهلة شهر، يجب أن تقول له اليوم أو أمس حتى وليس بكرة. فبالتالي لا نعول كثيرا عن موقف الأمريكي بهذا الحديث، ولكن فعلا التعويل هو على الفلسطيني السياسي، القيادات السياسية. إذا هي لا تستطيع أن تجتمع وتقرر على الأقل الحد الأدنى ماذا تريد، كيف تمشي إلى الأمام، يعني كل الكلام أنه لن يعطي نتيجة للأسف. يعني هذه البيانات والخطابات والكلمات الرنانة لن توقف قتل فلسطيني بعد دقيقة من الآن أو بعد ثانية من الآن. فأعتقد أنه الملعب ليس في، يعني الملعب يبدأ بهذا الموضوع من الفلسطينيين نفسهم في لبنان، من حكومة لبنانية حقيقية، من سوريا، من نظام بشار الأسد. يعني عرفت، لا نستطيع أن نحمل العالم أن يحلوا مشاكلنا ونحن لا نتحدث مع الآخر. يعني الطرف الثاني حماس لا تتحدث مع فتح. طيب شو بعد مليون قتيل و12 سنة لسه بيكرهوا بعضهم؟ هذه النقطة نعم، هذه النقطة أستاذ بسام مفيدة للنقاش، وسأطرحها على الأستاذ طاهر النونو. أستاذ طاهر، يعني يتحدث ضيفنا أنه كيف تطالبون العالم وأنتم لم تلتقوا كفلسطين بين بعضكم البعض، بعد لقاءات القاهرة في الأيام الماضية بين حركتي حماس وفتح ظهرت مؤشرات في الواقع على الأقل على لسانك إيجابية، تقول أنه هناك توافقا كبيرا بين رؤيتي الحركتين في تشخيص الأزمة. هل اتفقتما على شيء في هذا الوضع المحرج؟ أستاذ طاهر؟ نعم، أوكي، فصل الخط لا بأس. سنعود مع الأستاذ طاهر النونو. أستاذ بسام، بانتظار أن يعود الأستاذ طاهر النونو، في الواقع أنا قرأت لك عددا من التغريدات وبعضها مثير لنقاش كبير وخطير ربما، حين تقول أنه عودة الرئيس ترامب إلى الرئاسة ستكون مفيدة للعرب والمسلمين، في خشية كبيرة في الشرق الأوسط أنه إذا عاد نحن ذاهبون حتما لتصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران. يا سيدي العزيز، في عدة نقاط بالانتخابات الأمريكية والأغلب الناس تعرف هذا، يعني لا يوجد أسرار في هذا الموضوع. بغض النظر من سيربح هذه الانتخابات، سيكون دعم لإسرائيل مطلق. أين يكون هناك أحد متعاطف مع العرب أو مع القضية الفلسطينية، أو يعني هذول الديمقراطيين الذين هم أكثر يسارية بالتعاطي مع كل مشاكل العالم بما فيها القضية الفلسطينية والشعب العربي؟ يعني شفناهم خلال غزة ماذا يفعلوا، لا بلا شيء، بالعكس تماما. ترامب هو من أعطى، هو من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وشرع الاحتلال أكثر، وحتى شرع احتلالهم للجولان.
الفرق بين الطرفين اليوم، نحن اليوم في مفصل، إذا سميناها مفصل، إحدى المفاصل التاريخية اليوم. ترامب ليس له عقيدة، ليس له أيديولوجي. الديمقراطيين يتعاملون من عقيدة حقيقية. ترامب هو شخص بعيدا عن، لم يأتي من السياسة، يأتي من التجارة. عندما يحس أن هناك ناخب عربي مسلم سيصوت له بكثرة سيسمع الصوت. عندما يكون هناك تجمع انتخابي مالي فاندريز للحزب الجمهوري سيسمع الصوت، سيكون له ثقل، سيكون له. الديمقراطي ليس، يعني كل العرب صوتوا للديمقراطيين من أوباما وإلى بايدن، ومع ذلك لم نحصل منهم على شيء. لا أستطيع، يعني لا أقول أنه ترامب هو الحل المطلق. ترامب هو شخص ممكن الجلوس معه، إقناعه، تفهيمه، يعني شرح نوع من المصالح التي تفيد الولايات المتحدة، تهدئ الاستقرار، تفيد العرب، تفيد الإسرائيليين. يعني نحن يجب أن يكون هناك بالمنطق الأمريكي، نفكر الأمريكي. أعتقد ترامب للمستقبل القريب هو أفضل من الديمقراطيين. إذا ما أتى الديمقراطيون سنستمر الحالة ما تجري في كل الشرق الأوسط على أسوأ. يعني هذه هي طريقة محاكاة الأمور، طريقة شخصنة الأمور بين الطرفين.